طبعوا لي في بلاصه ديك الطبعه، انتما باش نوريكم كل شيء بلاصه ديك الطبعه هاي فيها انيلي انيلي في بلاصه ديك الكاش باش نخرج، يعني انت ما عندكش الحق صافي تخرج من المغرب. انت بحال في وصلت القضيه ديال هذا السيد هذا، غادي يعطيكم دروس واعره بالنسبه للناس اللي في الخارج وخصوصا الناس اللي في ايطاليا. نبقاو معاه ونشوفوا شنو يعمل في شغله، واش رجع بحاله لبلد الاقامه ولا لا، وشنو اللي وقع مشى للقنصليه. اقسم بالله راه واحد الشكر ما راه ما يمكنش والله، راه ربي اللي حاس بيا، والناس اللي فايشين مصرفين هذا المشكل هذا راه هما اللي يكونوا حاسين بيا دابا. الاقامه بان الاقامه ديالي اللي هي كارت سيجور قلت لي راه واجده، سموحات على الناس اللي ما جاوبتش الصف من الاوائل جوزون ستار. قول لي بعثوا البلاصه من الاوائل، قول لهم باعوا لي البلاصه دابا. دي بلاصه ياك اختي؟ عندي بلاصتي دابا. قالوا لي ما عندكش بلاصه السيمانه اللي فاتت. الحمد لله انا الحمد لله دابا راه دارت الامور مزيانه، البلاصه ديالي راه كاينه. ايوا الحمد لله راه حنا زدنا من الاوائل. اش هي لي راه حداك طبعا الصبر ديالي. شوف شي ليا ايطاليا انا خويا زوينه، المغرب ما فيه ما يدير، المغرب فيه خساره، نري المغرب ما فيه ما يدير. قال لي ايطاليا زوينه خويا، الله يرضى عليك، نري المغرب ما فيه ما يدير. انا بيكي بريم ديك 24 اور الو لو تشيكن شيكي هاي دابا السيده راه هي مسكينه تما دابا قولوا لي فين غتمشي، قالت لك انا ما عنديش فين غنمشي هنايا انا غير فاكانسا. الله يهديكم اصحاب الطياره، الله يهديكم، هادشي راه ما عندهمش هما في اوروبا، حنا كنمشيو عندهم والله ما كاين هادشي هذا، خدمه بخدمتها اودي مع من تهضر بيوم دوراجين عاوتاني هادي نرجعوا لديورنا حنا ماشي مشكل، ولكن هما ما عندهمش فين يمشي واش فهمتي. هي قالت لك ما عنديش هون شي بوستو باش تمشي له مشكله راه ها ها وحق الله اما بقى فيها الحال دابا واش غديري اختي؟ حنا قدامنا وبقات كتهضر معانا مسكينه وكتضحك. هادي هي البلاد ديالنا، بلادنا راه زوينه ولكن راه بحال هاد الناس هما اللي مخايبينها. الله المرحله الاخرى ديال البوليس الديوان تراري. الحمد لله الامور دازت على خير وبخير. هاي الطبعه ديالي 5 اكتوبر اللي هي اليوم السبت الحمد لله، وشكرا لكم كاملين الدراري اللي وقفوا معايا والكومونتيرات الناس اللي تيسولوا، المهم شكرا لكم بزاف وتهلاو ليا في راسكم. الله يسهل على الدراري كاملين والعقبه الدراري اللي باغيين يطلعوا لاوروبا. اقسم بالله راه واحد الشكر ما يمكنش والله، راه ربي اللي حاس بيا، والناس اللي فايشين مصرفين هذا المشكل هذا راه هما اللي يكونوا حاسين بيا دابا. الاقامه بان الاقامه ديالي اللي هي كارت سيجور قلت لي راه واجده، سموحات على الناس اللي ما جاوبتش وراه بحال جاوبتكم عرفتوا علاش، حيت استفدت من الميساجات اللي واصليني وكومونتيرات اللي قريت ديالكم، استفدت منهم حتى هما وقريت بزاف ديال الكومونتيرات وبزاف ديال الميساجات. السلام عليكم، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير ان شاء الله. ما عرفتش كيفاش نبدا لكم الموضوع، راه من الضحكه هذه يعني راه تعرفوا بان الامور راه غادي تيسير ان شاء الله. بصراحه هذا الفيديو هذا علاش درته، واخا خاصني صراحه نمشي عاد نحط هذا الفيديو، ولكن بغيت نشكر الناس وحق الله. داكشي دابا اللي حاس بيه راه شنقول لكم، راه بحال يلاه واخد الفيزا ولا ما عرفتش علاش، حيت الفيديو الاول اللي حطيت كثر من 2 مليون ديال الناس اللي شافوه، اكثريه دوك الناس غيكونوا كاملين باغيين لك الخير. علاش؟ حيت من الميساجات من المكالمات اللي جاوني من لي كومونتير راه فاش تكون قلبك زوين ربي راه ما كيخيبكش والحمد لله. بغيت نشكركم نتوما الاولين، كنبغي نشكر الناس اللي وقفوا معايا هنايا، واحد البنت بعدا من تما اللي خدامه في واحد الاوفيتشو ديال الايميغراسيوني اللي هو مكتب المهاجرين من هذا المنبر هذا، كنبغي نشكرها بزاف. مشات سولت ليا وشافت ليا وقالت لي بان البيرميسو ديالك خارج، بان الاقامه ديالي اللي هي كارت سيجور قالت لي راه واجده. انا كنت دخلت شفتها الصراحه مؤخرا لقيتها باقا ما وجداتش، مطلعينها ليا بالليموني قالت لي راه البيرميسو ديالك واجد، وتقالت لي بان ريتشيفوتا كتبقى 18 شهر اللي هو عام ونص. علاش؟ حيت عندنا في طاليان قلت لي راه تيتعطلوا الوراق باش يوجدوا وكذا، فاش تدفع باش تجدد كيعطيوك روسي، داك الروسي كيبقى عندك شحال ابار داكشي
اللي عيطوا لي ناس هنايا ديال شركه الطيران، ماشي ديال ماشي الشركه ولا اللي عيطوا لي، عيطوا لي غير ناس خدامين بحال قلتوا ريسبونسابل، كيقول لك راه المشكل راه ماشي من ديالك نتايا وماشي من الاوراق، المشكل قال لي دار عادي عندنا كيتقطعوا في طياره بلايص اكثر من داكشي اللي غتهز الطياره، قال لي يعني هذا المشكل عادي وماشي شي حاجه، قال لي يعني راه ماشي شي مشكل عندك نتا ولا ديك الطبعه، قال لي راه ما عندها حتى علاقه بالوراق، يعني غير بانك ما خرجتيش من البلاد كيديروا لك هذيك، يعني ما عندها حتى مشكل. واللي استفدت اخر من هذا المشكل هذا هو الناس اللي قرابين لي، عرفت بزاف ديال الحوايج. علاش غنحط لكم دابا ها هو اللي كتشوفوا، وصلني من عند واحد براني، وصلني من عند شخص براني ما كنعرفوش، والله ما وصلني من عند شي واحد اللي كنعرفو ولا شي واحد قريب ليا ولا من الدراري اللي كنجلس معاهم هنايا دابا، بلا ما نقولش الدراري ما سولوش فيا ما عيطوش ليا كذا، داكشي كيبقى ديالهم وكل واحد والطبيعه ديالو. البيه ديال الطياره الحمد لله راه عندي، ها هو عندي نهار السبت هذا ان شاء الله عندي الفول، والحمد لله كنتمنى الناس كنتمنى تستافد من هذا البلان اللي وقع ليا اكثريه في ديك الاوراق اللي كنت انا تيصحابني عندي فيهم المشكل. بنادم يتاكد من الاوراق واش هما هادوك واش مريقلين امتى غيساليو ليضات، وهذه هي اهم حاجه. اصدقائي كاين بزاف ديال العبر اللي نقدروا ناخذوها من هذه القصه ديال السيد هذا. بطبيعه الحال اول حاجه كنحيي فيه الروح القتاليه ديالو، السيد اللي غدا صباح في القنصليه كيسول كيشوف كذا، يعني ما وقفش. بطبيعه الحال امر عادي ان الواحد ما يسمحش في الوريقات ديالو ديال اوروبا، لان ماشي بالساهل انك تعمل الوريقات ديال اوروبا، فبالتالي هو يعني تقاتل فما خلى فين تحرك باش يشوف شنو اللي وقع، لدرجة انه تكونتاكتا مع واحد البيرو واحد الاوفيس اللي كيعدلوا الوراق ديال استرانخيريه ولا ديال المهاجرين ايميغراسيون في الطليان، ومشاو وشافوا له الوراق ديالو هذا، زادوا عطاوه اخبار، زادوا اكدوا له، قالوا بان الرتيبو ما فيهاش غير 6 شهور، كاين دابا ولا فيها حتى عام ونص. ومن هنا كتجي السؤال ديال علاش اخويا انت وراقك مساليين وانت هو المغرب، لان في ايطاليا كيتعطلوا الوراق بزاف، الواحد كيبغي يمشي من بلادو كيبغي يشوف عائلته، كاين الناس اللي مزوجه وعندها وليداتها في المغرب فكيحتاج انه يهود يشوف وليداته، على هيدا كيهودوا غير بالريسيب ونقولوا ديال بان الوراق راه كيتعدلوا كيهودوا من المغرب ومن بعد كيرجعوا بداك الريسيب وهذاك. فحاجه ايجابيه كما قلت هو انه تقاتل، وحاجه ايجابيه ثانيه هو انه شارك وبارطاجا القصه ديالو معنا مع المتابعين مع المشاهدين كاملين اللي كيتبعوا الحساب ديالو، حتى مع الجرائد المغربيه الوطنيه فنقلت الواقعه ديالو. فهذا من جهه الحاجه اللي هي ايجابيه. حاجه اللي هي سلبيه وخصنا نقولوا كل شيء هو انه بطبيعه الحال انا ما غاديش ندخل معاه في الدومين ديالو شنو كيخدم هو، ولكن الدومين ديال السفر والطيران راه قال بزاف ديال الحاجات اللي خاطئ فيها على الطيران وعلى مجال الطيران وعلى الناس اللي خدامين في المطارات. باقين حنايا نفس المشكل، كيوقع مشكل في المطار اول ما نتهمه هو ذلك الشخص الذي يقف امامي، اللي يعني الامر كنرجعوه بيرسونال كنرجعوه شخصي، في حين ان خصك تعرف الشركه ديال الطيران شنو هي القوانين ديالها. هادشي هذا ان شاء الله غادي نهضروا عليه ماشي بعيد بزاف، يمكن غدا ولا بعد غدا غادي نهضروا على هذا النقيطات ديال خصوصا كيفاش الشركه بعت لي البيي ديالي، انا شريته هي كتبيع وتشري في البيي ديالي. هذا الموضوع هذا غادي يكون الحلقه موضوع ديال الحلقه الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا بزاف على حسن المتابعه كما دائما، والى فيديو